مشاهدينا الكرام، أنتم على موعد مع حدث استثنائي. رئيس الجمهورية ضيف الشباب بمدرج الأمل بمباني الجامعة الجديدة في لقاء الشباب والرئيس. أنتم الأمل. 400 شاب وشابة من كل ولايات الوطن من مختلف التخصصات يجتمعون مع رئيس الجمهورية، يبحثون معا، يناقشون، يتحاورون فيما بينهم للخروج برؤية شبابية لمختلف التحديات التنموية التي تواجه البلد. لقاء الشباب والرئيس. أنتم الأمل. لقاء العلم والعمل. مباشرة على شاشة الموريتانية في الأوقات التالية.